السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الخميس 11 جويلية 2019 والساعة 10 بتوقيت الجزائر، الزلف اللون الساعة 10. حياكم الله جميعا باش ما ننساهاش، حيا الله الأحرار. الساعة 10 بدل 10:30، لأن هناك الوقت الآن بدأ، طبعا كما تعرفوا الآن الليل راه يقل يعني، والنهار راه يقصر مقارنة، عفوا النهار راه يقصر مقارنة ب حتى 22 جوان كان النهار يطول، بعد 22 جوان بدأ يقصر النهار. وبالتالي حتى بالنسبة للناس اللي كانوا قالوا لي بأن الصلاة تتأخر، الآن الصلاة ممكن تكون تقدمت يعني. ثم أن هناك كثيرين مني يتابعوا في أوروبا، يجيهم 10:30 على الجزائر اللي هي 11:30 في فرنسا، وال 12:30 حتى في بعض البلدان الأوروبية الوسطى كثير، فما يقدروش يتابعوا كثير. فحاولت قدر الإمكان أن أستمع للجميع وأن أجد 10:00، نظن الآن توقيت معقول يعني، ربما بعد شهر ولا نخلوها 9:30 أيضا لما يبدأ النهار يكون أقصر مقارنة بهذه الأيام. مبروك، ألف مبروك للفريق الوطني وللجزائر والشعب الجزائري بفوز الفريق الوطني اليوم. هذا فوز يفرح الجزائريين، الأغلبية الغالبة على الجزائريين، إذا مش كل الجزائريين يفرحهم، خاصة الشباب. وصراحة مدام الشعب راه منتفض، مدام الشعب راه متحرك، مدام الشعب راه يطالب بحقوق، ومدام الشعب راه يسعى إلى الدولة المدنية، فإن الرياضة ستخدم هذه القضية. قبل لما كان الناس خايفة من الخروج، خايفة من المواجهة، خايفة، كانت الرياضة أفيون، وما زال يحاول يديروها أفيون، ما زال يحاول يديروها درو، لكن الآن اختلف الأمر. الآن الحمد لله الناس راهي في الشارع، وبالتالي هذا الانتصار يزيدهم ويشجع الناس على الخروج أكثر وعلى المطالبة بحقوقهم أكثر، ويعرفوا أنه الفضل الأساسي بعد الله في هذا الفوز يعود للمدرب بكل تأكيد يعني. أعتقد أن الناس متفقة على أن دور المدرب الماضي دور أساسي. طبعا كثير من اللاعبين أيضا لعبوا بطريقة جيدة، مش راح ندخل في هذا الموضوع، أنا مش مجالي، لكن النقطة اللي تهمنا فيه هو أنه عندما أصبح مدرب يهمه الشعب ويهمه فرحة الشعب ويهمه حقيقة يعني عنده إخلاص لعمله، فإنه فاز. المدرب اللي كان قبله وانتم تعرفوه ماجر، كان يقول كي نروح انا يتهدم هذا الفريق، وكي نروح انا يخلى الفريق ويضيع الفريق الى اخره. ها وراح بالعكس الفريق انتصر، والفريق ها يوصل الان حتى النصف النهائي، نتمنى ان شاء الله يفوز حتى بالكاس الافريقي. الماضي هذا عنده موقف جيد صراحه، الماضي عنده تصريح قبل اسابيع اعتقد قال فيه الشعب الجزائري راه يخرج، وراه كل يوم يخرج، لازم عليهم ان يستمعوا له، هذا الموقف سيحسب له. طبعا كان يعرف ان هذا الموقف ممكن يؤدي الى طرده، لكن مع ذلك وقف موقف شجاع. فحيا الله الاحرار والحمد لله على هذا الانتصار، اللي ان شاء الله يكون مشجع اكثر وداعم اكثر لخروج الجزائريين للمطالبه بحقوقهم ولقيام الدوله المدنيه ولانهاء دوله الظلم، دولة السفاهة، دولة الرداءة، دولة الكوكايين، دولة الفساد، دولة العسكر. كانت اليوم فيه مجموعة من النقاط، خلونا نتحدث اليوم بسرعة قبل ما نرجع إلى النصف الثاني من هذا الحديث إلى خطاب القايد صالح أمس، نزل في بعض النقاط ممكن نرجع لها، لكن من أهم ربما الأحداث نتاع اليوم هو صدور بعض التصريحات من ناس كان ربما الناس كلها تعتقد أنها ستدعمه. هذا سليمان شنين اللي عينوه على رأس ما يسمى بالمجلس الشعبي الوطني. سليمان شنين اليوم حركة حمص اللي هو في الأصل منها واللي هما زملاء السابقين يعني، كلهم كانوا قراب من الشيخ نحناح رحمه الله. حركة حمص تقول في أن هذا تعيين فوقي، هم يعترفون الآن ويقولوا بأن هذا تعيين فوقي. طبعا حركة حمص للإنصاف لم تشارك في انتخاب شنين،
وقالوا أن هذا أمر واقع، أن هذا مفروض من السلطة الفعلية، من السلطة القائمة، يعني من الجنرالات. حتى جاب الله اللي هو راه مشارك مع شنين ومع حزب النهضة اللي كانوا انفصلوا عليه في هذا دايرين تحالف وعندهم 15 مقعد فيما يسمى بمجلس الشعب الوطني، أي عندهم أقل من 4% من هذه المقاعد، قال بأنه هو لا يعارضه، ليس معه وليس ضده، بمعنى آخر أنه في الحقيقة ضده. يعني لما واحد يقول وأنت متحالف معه يقول أنا مانيش معك ومانيش ضدك، معناه في الأصل أنه ضدك، لأنكم مفروض أنكم متحالفين، فأنتم مفروض يد واحدة فريق واحد. لا، هذا حتى جاب الله اللي متحالف معه، لأن جاب الله يعرف جيدا، وبالمناسبة الشيخ جاب الله عنده مواقف صراحة تحسب له، يعني في التسعينات مثلا ما يحسب له أنه على الأقل لم يشارك العصابة في مجلسها التأسيس، في مجلسها الانتقالي، في برلمانها، في رئاسياتها، لم يشارك. صحيح أنه بقي فيما بعد أو شارك فيما بعد في البلديات وفي البرلمان إلى آخره، لكن فيما بعد لم تكن على الأقل في التسعينات. المهم النقطة هذه هو أن حتى اللي يقولوا عليهم إسلاميين بين 36 قوس رافضين هذا التعيين تاع سليمان شنين، لأنهم باختصار بسيط يعرفون أن سليمان شنين هو صناعة مخابراتية، صنعوه المخابرات، وبالعكس ساهموا باش يكسروهم خاصة جماعة حمص، وأقاموا له ما يسمى بمركز الرائد وجريدة الرائد اللي ما يقرأ حتى واحد، وخدموا بهذا اللحى. اللحى في مصر اللحى السلفية تحالفت مع الجنرالات، الآن الجنرالات رام داروا عليهم. وفي الجزائر ما يسمى بالإخوان تحالفوا مع الجنرالات في 92، لكن فيما بعد فتوهم وتلاعبوا بهم تلاعب رهيب، تلاعب رهيب حقيقة. يعني الآن كيف يعقل، اليوم كان واحد من أصحاب هذا سليمان شنين كان في الحوار معي في قناة الحوار، ويقول بأن الأيرندي والأفلان انتخبوه لأنهم أصدقاء. هذه وحدها في الحقيقة هي إدانة هائلة لهذا الشخص. عندما يختاروك جماعة الأيرندي اللي احنا نعرفوا كيفاش وصلوا إلى المجلس الشعبي هذا اللي يسموه، أو الأفلان نعرفوا كيفاش وصلوا، في حد ذاته هذه إهانة كبيرة. أي واحد يعينوه اليوم الجنرالات بشكل مباشر أو غير مباشر في أي منصب مهم، فهو في الحقيقة لو كان مش متأكدين من عمالته ومن خدمته ومن أنه تابع لهم وأنه سيقوم بكل ما يطلبون منه، وفي الغالب عندهم ملفات عليه، مش حين يعينوه. وبالتالي أي واحد يعينه الجنرالات مرفوض من حيث المبدأ، حتى ولو يكون أخلص إنسان، يكون أفضل إنسان. الشعب هو اللي عين، إذا بقينا مازال جنرالات هم اللي عينوا هم اللي قرروا، معناها راه مازال الوصاية قائمة على الشعب. معناها مثل الأطفال الصغار اللي والديهم الأب أو الأم هما الوصية عليه، هما اللي يقولوا واش تدير واش ما تديرش، واش تفعل واش ما تفعلش. معناها بالنسبة لهم الشعب الجزائري راح قاصر، وهما اللي ديسيدور كما يسموهم تأدبا. في الحقيقة هما اللي كريمينال، هما المجرمين وليس المقررين، لأنهم أجرموا في هذه البلاد وهدموها وخربوها بعد 57 سنة من استقلال الجزائر لا تبيع إلا البترول والغاز. أكثر من 98% من مداخيل الجزائر الخارجية تأتي من البترول والغاز، يعني تأتي من تحت الأرض. لا دخل أي شيء، ليس هناك أي فضل لهذه العصابة في ذلك، بالعكس خربوا الأرض وخربوا الأموال، ودخلت أكثر من 1200 مليار دولار، والبلد شوف التخلف اللي فيه. وعلى ذكر التخلف، اليوم صدر أحد الإحصائيات لكل مرة الجزائر تهان، يعني من هذه الإحصائيات تقول أن الجزائر هي رقم 182 على 207 دولة في الانترنت. الجزائر اللي هي قلب العالم، يعني لما تشوف الخارطة، خارطة العالم، تلقى شمالا أوروبا، جنوبا إفريقيا، غربا الولايات المتحدة الأمريكيتين، يعني القارة الأمريكيتين، وشرقا آسيا والبحر المتوسط. معناها الجزائر في قلب البحر المتوسط، هو قلب العالم عموما، والجزائر في قلبه. يعني الجزائر في قلب العالم، مع ذلك كي تجي تشوف احصائيات في كثير من الاشياء تجد ان الجزائر متخلفه جدا، رقم 182 من اصل 207. معناها اللي ورا الجزائر هما فقط دويلات صغيره هكذا، ممكن اليمن، ممكن
المالي، ممكن النيجر، ممكن الدويلات فقط اللي هم مساكن، يعني افقر فقراء العالم، يعني افقر فقراء العالم. وزادت فرنسا خاصة في افريقيا نهبتهم اكثر، بينما الجزائر بكل ما لديها من امكانيات هائلة تجد نفسها في هذا الموقع رقم 182 في الانترنت. هل هذا طبيعي؟ لا، طبيعة الحال مش طبيعي. هل هذا مقصود؟ بكل تأكيد، لأن الجماعة الكبار نومنكلاتيرا كما يقولون بالروسية، أي الطبقة المتحكمة في البلاد وأصحابهم وأقربائهم والمقربين منهم يمروا عبر الإنترنت نتاع من 100 ميجا وروح لفوق، كاين حتى 300 ميجا في الجزائر أو حتى 500 ميجا في الحقيقة. أكثركم الآن مش قادر يسمعني، مش قادر يتبعني لأنه عنده ميجا أو أقل، وأكثركم أصلاً ما تظهرلوش الصفحة لأنهم يحاولوا يخفوها. لكن اللي رام كان لم يتبعوا، لكن أغلبية لم يتبعوا، لأن لم يتبعوا من الخارج. الأغلبية في الجزائر يوصلهم هذا اللايف بعد ساعتين، بعد ثلاثة، بعد ربعة، كان اللي ما يوصلوش نهائياً، لأن الإنترنت ضعيفة جداً، أحياناً أقل من 1 ميجا، أقل من 1 ميجا. يعني هنا كنت تقول في أوروبا باللي واحد الإنترنت أقل من 1 ميجا الناس ما تصدقش. قبل 20 سنة كانت الإنترنت هنا 1 ميجا أو 2 ميجا أو 3 ميجا أو 4. الآن في الجزائر ما زال أقل من 1 ميجا مقصودة. والإنترنت الآن لو كانت توقف الإنترنت في مثلا في اليابان أو في بريطانيا أو في ألمانيا يتوقف العالم، تتوقف الحياة. يعني لا شيء في بريطانيا أو فرنسا أو اليابان أو كل هذه الدول، لا شيء يتم إلا عبر الإنترنت. لكن في الجزائر تقريبا هذا ما يهمهمش كثير، لأنهم هم عندهم عن طريق شركة بن نزار اللي عن طريقها نهب عشرات الملايين من الدولارات واليوروات، وما زال هم عندهم هذا الإنترنت السريعة 100 ميجا، 150، 200 ميجا، عندهم حتى أكثر من أوروبا. أنا هنا عندي في البيت 75 ميجا، تعتبر مرتفعة نسبيا، لكن هم عندهم أكثر، قلت توصل حتى ل 500 ميجا، يعني ويخلصوا مبالغ هائلة، أكثرها تروح من خزينة الدولة أصلا، ما يخلصوهاش هم. لكن الشعب المسكين يتعاملوا معه وكأنهم هما طبقة محتلة غازية، لديهم كل شيء، والشعب يتم إضعافه. طبعا كاين أماكن كثيرة ما عندهاش أصلا الإنترنت، وكاين أماكن كثيرة مش ما عندهاش إنترنت، ما عندهاش الماء، وكاين أماكن ما عندهاش الكهرباء. وفي الوقت اللي راني نكلمكم فيه الآن كاين ناس راهي مقطوع عليهم الكهرباء أو تقطع عليهم الكهرباء هذا الصيف، راهم يقطعوا الكهرباء في أماكن كثيرة باش يوزعوا الجميع، يعني ما تكفيهمش الكهرباء في بعض الأماكن. يعني كاين قرى، مثلا كاين قرى تبعتها في منطقة قالمو، في منطقة أم بواقي، في منطقة خاصة في الشرق، يعني في تبسة، الناس ميتة بالعطش، العطش في درجات حرارة في الغالب تتجاوز 40 درجة، ويبيعوا لهم بالسيترنات ويبيعوا لهم. لماذا؟ مع أن هذيك المياه كاين، مش ما كانش المياه، لكن تذهب لهذه المصانع ولهذه الجماعة وهذا، يروحوا هم اللي ياخذوا هذيك المياه يعني، والشعب مسكين يغرق. طبعا ما حدثكمش عن الجنوب، فالجنوب وكأنه خارج تاريخ. بعث لي الإنسان أمس واحد رسالة يشرح فيها بعض التفاصيل، إن شاء الله ننشرها غدا، ونتمنى واحد يكون يقدر يقرأها وبالصوت باش نوضعوها في تسمعها الناس اللي ما يقدرش يقرأ. أنا عارف هذه الأشياء، أنا أصلا من الجنوب، لكن أضاف لي بعض النقاط، يعني تبكي الرسالة، تبكي الإنسان، تبكي الحجر على الوضع اللي يعيشه الجنوب الجزائري اللي هو لديه إمكانيات هائلة. مش فقط كان البترول والغاز، كان البترول والغاز والذهب والحديد والفوسفات والمياه. والمياه هي المياه الجوفية في الجزائر واحدة من أكثر المياه الجوفية في العالم، ليس فقط جودتها، جودة هذه المياه اللي موجودة تحت الصحراء، ولكن أيضا الكميات الهائلة. كان المفروض الصحراء تكون جنات، تكون أنهار، تكون زراعات، الصحراء أثبتت أن ممكن تنتج فيها زراعات هائلة. لكن لماذا التعاون مع الطريقة هذه؟ لأنهم متخلفين، لأنهم رديئين، لأنهم يكرهون الوطن. والمعاناة تاع الناس الجنوب مرتين أكثر، الجزائر كلها تعاني وفي الجنوب معاناة بشعة بشعة بشعة.
ورقلة قلب البترول، عاصمة البترول، يعني فيها أماكن وكأنك ما قبل التاريخ. ما نحكيش على القرى والمدن الصغيرة، وأنا كنت نمر عليهم لما كنت في طرابلس، ونروح سواء نروح لغواط أو نروح العاصمة، كنت نمر على نصف الصحراء الشمالية، نمر على الواد، نمر على تقرت، نمر على القرارة، نمر على بريان طبعا، وعلى مدن أخرى في الطريق. وعلى يعني هذا الكلام أنا نتكلم على قبل أكثر من 25 سنة. يبدو الآن أن الوضع أسوأ حسب كل الأمور والمعلومات اللي راهي توصلني، الوضع أسوأ. لماذا هذا العذاب؟ لأن الحكام يكرهون الشعب، يكرهون البلد، يكرهون الناس، وكل ما يقومون به هو تحويل الأموال إلى الخارج. هم الآن يعترفوا بهذا. الآن هو كبير جنرالات اللي كان شريك معهم 27 سنة، واللي بعد طاح عليه الوحي ولا نوفمبري هكذا صدفة، هو اللي فتح الأجواء لفرنسا باش تقتل التوارق والعرب في شمال مالي، قبائل الترقية والعربية، قبائل الأمازيغية والعربية في شمال مالي، اللي فتح لها هو الأجواء، هو وسيد بوتفليقة ولا نوفمبري هكذا، طاحت عليه نوفمبري ولا نوفمبري، هو اللي فتح الأجواء لأمريكا باش تتجسس علينا بنصوص موجودة ووثائق موجودة ولا نوفمبري. ها هو الآن يعترف ويدخل في زملائه اللي كان شريك معاهم في كل شيء، دخل فيهم السجن. لماذا؟ طبعا هما البروباغندا، لأنه فطن عن 80 سنة طاح عليه الوحي وفطن. لا، يعني باختصار بسيط يريد أن يسيطر على السلطة وحده، كما اللصوص هذوك كي يسرقوا بنكا راكم تشوفوها مرات في الأفلام، كل واحد يكون يتحايل باش يقتل صحابه ويدي ويديو السرقوا. فهو القايد صالح اغتنم فرصة الحراك الشعبي والثورة الشعبية، ودخل صحابه اللي كان يتحل الكادر ويتحل السعيد، دخلهم للسجن، وبدأ يحدثنا على العصابة والعصابة. وين كنت أخويا؟ وين كنت 27 سنة؟ وين كنت؟ طبعا لا تنطلي بروباغندا نتاعو إلا على بعض البسطاء اللي يوصل بهم الحال إلى الدروشة. وعلى ذكر هؤلاء خلوني نذكر لكم واحد اليوم سمعت دقيقتين ما قدرش نكمل واش كان يقول. هذا الشخص إنسان فاضل مجاهد، كان قيادي الفيس وكان مسجون مع قيادي الفيس، يقول بأن علي بن الحاج عنده موقف متشدد من الجيش ومن القيادة العسكرية، لأنها عذبته، لأنها تعباته في التسعينات، ولأنها سجنوه ظلما وهذا المعنى يعني. لكن قالك القيادة اللي راهي الآن مختلفة، هذوك تاع فرنسا بصح هذو نوفمبريين. طيب يا فلان، باش ما نذكرش اسمك خليني، لان نهايه المطاف مش باش نضحوك، فقط نضحوك سؤال منطقي. يا فلان، من يمنع علي بن الحاج الان على صلاه الجمعه؟ صلاه الجمعه اللي هي واجب على كل ذكر مسلم يصلي، لازم يروح للمسجد. من يمنعه؟ كبرانات فرنسا نزار هو اللي يمنعه، ما هو نزار مش في الحكم، تواتي هو اللي يمنعه، العماري راهو في القبر، وهو يمنع فيه هذا نوفمبر اللي راكم بعض الإسلاميين تدروشوا طيبتهم، ولات سذاجة ولا حمق، ما ولاتش منطق. لأن يعني السؤال البسيط اللي يطرح لهذا الأخ واللي أمثاله اللي راهم يقدسوا الآن في قايد صالح، وين كان القايد صالح قبل؟ وين كان في التسعينات؟ وين؟ مش كان قايد الناحية العسكرية الثالثة في 92، وقائد الناحية العسكرية الثانية في 93، وقائد القوات البرية في 94، قائد القوات البرية معناها 85% من الجيش الجزائري كان تحت قيادته، معناها كان كبران عند كبرانات فرنسا، كان محمد العماري اللي كان يقاتل في الشعب الجزائري في لاباطاي دالجي، كان هو يتلقى منه التعليمات. ثم وين كان؟ ثم ولا من 2005 ولا قائد الأركان ويدعم في بوتفليقة وفي فساد بوتفليقة في المطلق، وكان رايح لعهدة خامسة كان يسميها عرس، هذا قاع ما شفتوش. طيب كي ما شفتش قاع هذا، ألا تستحي تقول هذا الكلام وعلي بن الحاج ممنوع من الصلاة، بل ممنوع أن يروح الجنازة باش ما حضرش الجنازة تاع عباسي مدني، ما خلاوش يحضرها عباسي مدني، ما خلاش ولاده يحضروا الجنازة لهذا الحد؟ والله إسرائيل مرات ما تديرش هاك، إسرائيل تسمح كثير من الناس أنه كيموت واحد يعطوه له خلوهم يديروا جنازة لهذا الحد، يستغفلوكم وتجو قيادة نوفمبرية وقالك الجينات تبدلوا. شكون الجينات اللي تبدلوا؟ أعطونا الأسماء، أعطونا كشف، وضحوا لنا الأمور. نبقى في الكلام، طيبتكم تتحول إلى دروشة وإلى حمق، ويتلاعبوا بكم
ويجيبوا بيكم الوقت. يا أسفاه يا أسفاه على ناس ودفعتوا ثمن غالي أنتم. تولوا تقدسوا في جنرال قاتل وفاسد من كل نواحي، خاطر شي جا واحد قال لكم ولا حكى لكم هذا بسهولة، يتلاعبوا بكم بسهولة. استعودوا لأنفسكم واسألوا أنفسكم أقل شيء. وأنا علي بالحاج اللي عنده هذا الموقف الرائع الواضح الصريح الذي لم يتزعزع. شوف كثير من الناس اللي علي بالحاج ما يحبوش السياسة ولا على الإسلام ولا على أسير، لكن كلهم يعترفوا بشيء أنه لم يتزحزح عن مواقفه فترة واحدة، بل بالعكس زاد، أصبح أكثر نضجا وأكثر عمقا وأكثر قوة في التفكير وبقي. وهو يعاني، هو اللي فات 60 سنة في العمر، 63 سنة الآن، يعاني معاناة شديدة، ويضربوه ويطيحوه ويسجنوه ويدوه كل مرة يحطوا 10 سوايع عند لابوليس و و و وما زال ثابت. تعرفوا الكون علي بالحاج يبيع يعطوا الوش يحب، كون يقول لهم نمشي معاكم ونصفق لكم كما راكم تديروا انتم يعطوا الوش يحب. استحوا استحوا برك من هذا، خلوش تلعبوا بيكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا عجزتم أن تواجهوهم وفي النهاية ركعوكم وخضعوكم اسكتوا، يسعكم الصمت. نعاود نرجع ل اليوم. اليوم قالت لي ثلاث تعيينات في رئاسة الجمهورية، ثلاث مدراء، اسمعوا الأسماء: شاقور محمد أو شنور محمد مديرا للإطارات، راشدي أحمد مديرا للإقامات الرسمية للدولة، الإقامات الرسمية للدولة، جموعي عبد الحميد مديرا للإدارة العامة. أنا متأكد أن الناس اللي يسمعوا فيها هنا الآن نقدر نقول باللي 99,000.99 و999 ما سمعوش به، ممكن 10 ولا 20 شخص يسمعوا بهذه الأسئلة، الناس يعرفوهم ولا خدموا معاهم ولا بعض الناس. لو كان جينا في دولة مدنية وكاين الرقابة وكاين الصحافة الحرة وكاين هذا المناصب مهمة جدا. هذه المناصب مديرا للإطارات، ديريكتور دي كادر، معناها كاع لي كادر تاع الدولة أو على الأقل تاع رئيس الجمهورية، هذا هو اللي يمررها. ومدير الإقامات الرسمية كما عبد الحميد هذا اللي لقاه جاسوس 25 سنة، هذا ملزي راهم ساجنينه الآن هو وأبنائه، 25 سنة وهو مدير الإقامات الرسمية نتاع زيرالدا ونتاع كلوب دي بان ونتاع 340 وكذا، اكتشفوه قبل شهرين قال كان راه جاسوس. طيب لو كان جينا في دولة مدنية حقيقية اللي فيها الرقابة وفي الإعلام الصحيح وفيها وفيها، لو كان الناس خرجونا كل هذا، شكون هو هذا راشد أحمد؟ لا أحد يعرف، لا أحد يعرف. يعرفوا الدي ار اس، تعرفوا يعرفوا الجنرالات، هما اللي عينوه، هما راضين عليه يعينوه. مناصب مهمه في الدوله لا احد الناس ما تعرفهمش. ها هي الدوله العسكريه واش تدير؟ ها هو حكم الجنرالات، ها هو حكم الجنرالات واش يدير؟ اوامر. ممكن يكون سفير، ممكن يكون مجرم، ممكن يكون جاسوس، ممكن بعد 5 سنين يكتشفوا انه جاسوس كما اكتشفوا عبد الحميد ملزي انه جاسوس بعد 25 سنه. مد كاع المعلومات، كل ما عنده مدها لعدة دول باحة، حسبهم واش يقولوا، يبقى هما هذا قولهم. الاخر جمهوري عبد الحميد مدير الإدارة العامة لادمينستراسيون جينيرال تاع الرئاسة، معناها تقريبا الشخص الثالث ولا الرابع في رئاسة الجمهورية بعد الأمين العام ورئيس الديوان، لا أحد يعرف. فقط ترضى عليه الدي ار اس مخابرات، وطبعا أسياد المخابرات اللي هما الجينيرال. ها هي هاو الفساد، وهكذا هاكم شفتوا كثير من الوزراء والناس خرجوا عليهم بعض الأشياء، هذه وزير الثقافة ومنش عارف ملفات وفساد وأخلاق بشعة. عندما تغيب الرقابة يولي الفساد عارم، عندما تغيب الشفافية، عندما يغيب الإعلام الحر، عندما يغيب القضاء العادل، عندما يغيب الإنسان. لو كان جينا في دولة هنا مثلا في بريطانيا ولا تقع تعيينات، يستطيع الناس أن يذهبوا للقاضي ويقولوا وقف التعيين، لأن عندنا هاي أدلة هذا لا يصلح للوظيفة العامة. وطبعا الأحزاب المعارضة والإعلام و و و، فكل مسؤول في أي منصب لازم يجبدوا له مسارنه، يعرفوا كل شيء عليه.
وما عندهمش هذه لا ريزون ديتا، كل شيء يجيبوه، كل شيء يتكلموا عليه. انت راك رايح تفتي في شؤون الناس، راح تصدر القرارات وتصدر كذا وتدير يعني تتحكم في عدد هائل من الناس في حياتهم اليوميه، وفي قرارات نتاع السياسيين تؤثر في حياه الناس، قرارات اصحاب المناصب العليا تؤثر في حياه الناس، فالناس لازم تعرف كل شيء عليهم. ولذلك احيانا لما يعينوا هنا بحث واحد ولا واحده في منصب وبعدين يكتشفوا انه كان خطا، تقوم القيامه على الحكومه، القيامه تقوم. قال لك البوشي طول 10 سنين. البوشي بطبيعه الحال ما عارفين هو صاحب قضيه 700 كيلوغرام تاع الكوكايين، 700 وكيلو هما متهمينه. لكن لو كان نسمعوهم واش خرج من تهم، المفروض هذا يعدم، مش 10 سنين، لكن طول 10 سنين. طبعا 10 سنين مع لا جراس كذا ممكن يدير سنتين او 3 سنين ويجي خارج. هذا اللي اتهموه ب 700 كيلوغرام تاع كوكايين. يلقاو واحد، مرات يلقاو شباب عنده 50 غرام تاع حشيش مش كوكايين، 50 غرام تاع حشيش يضرب 10 سنين. كاين اللي داروا لهم هكذا، يروحوا يديروا له في سياره خاطر شي مختلف معاهم، ولا ما حبش يكون عميل عندهم، ولا ما حبش يخدم معاهم، ولا ما حبش يمرر لهم ملفات، مثلا هو قاضي ولا هو مدير في ولايه، ولا داروا له افير تاع دروك، حطوا له 50 غرام تاع كوكايين ضربوه ب 10 سنين. يعني 700 كيلوغرام ولا 50 غرام تولي كيف كيف، مع انه ظلم هذاك. هاو العبث، هاو العبث وين. هذه جمهوريه ماشي كازيرنا، هذه اللي جنه القايد صالح، دوله مدنيه ماشي عسكريه. يسقط حكم الجنرالات، يسقط حكم العسكر. قايد صالح ديجاج، جنرالات القايد صالح ديجاج. ايها الجنرالات عودوا الى الثكنات فهذا خير لكم وللشعب وللوطن. هذه الشعارات ستدوي غدا في كل حال الجزائر بإذن الله، سيرفع الجزائريين وستصدح بهم حناجرهم بها، وسترفع في الشعارات وستقال بالكلمات وسكل شيء. هذه جمهورية ماهيش كازيرنا، وستعود لأهلها، وسيقوم جيش بإذن الله يكون خدمته هو الثكنات والدفاع عن الوطن، وليس تعيين المسؤولين، وليس البزنس، وليس الترافيك، وليس الكوكايين، وليس كل هذا. جزء من جنرالاتهم متهمينهم بقضية الكوكايين، بما فيهم رئيس البوليس اللي رغم الآن يحاكموه، جزء من المحاكمات أو التهم هو ولاده بتاع الكوكايين. قائد البوليس جنرال ماجور متورط في الكوكايين، هذا هم وش يقولوا. طبعا ويحيى اليوم أيضا جايب له شحال من قضية وسلا راحين يجيبوله، ولد عباس. طيب البلاد كنا نقول لكم باللي البلاد راهي كلها لصوص، انت يا قايد صالح كنت تدافع عليهم وتحضر العزاء نتاعهم وتحضر العراس نتاعهم وتضحك معاهم وتروح يجيبوا تفليقه مار بالشريطه نتاعو وانت تركع له. هؤلاء من كان على حق اللي كانوا يقولوا لكم بان هؤلاء لصوص ومجرمين ام انتم، لكنكم لا تعترفون. اليوم طبعا مجلة الجيش اللي يبوق من أبواق القايد صالح قاعد تعاود تكرر واش قال القايد صالح البارح، وتهدد والويل ومانيش عارف وراح نديروا وراح نعملوا. لا شيء، أنتم لا شيء. لو كان غدوة ثلاثة ولا أربعة جنرالات اللي راهم محيطين بالقايد صالح يجيبوا له رجليه في الأرض ويسجنوه، تولوا تقدسوا في الجنرالات الجدد. أنتم لا شيء، أنتم أبواق. وهذه القنوات اللي ولات رجعت كلها لطبيعتها، كي الشروق، كي طبعا النهار هذيك من قبل، كي البلاد، كي رجعوا كلهم لطبيعتهم البائسه نتاع تقديس العسكر، تقديس العس على قول الشاعر، تقديس العسكر، تقديس الجنرالات، والكثير منهم ما يعرفوهمش اصلا. الرعب امام الكاسكيطه، الكاسكيطه كاين بعض الناس الكاسكيطه دير لهم مانيش عارف واش دير لهم، دير لهم رعب، دير لهم. انتم رجال هم رجال، انتم بشر هم بشر. كيفاش تكونوا عبيد؟ كيفاش تقبلوا تكونوا عبيد وتقدسوا قتلة مجرمين فاسدين دمروا البلاد بانقلابهم في 92 وكملوا على البلاد وزادوا جابوا بوتفليقة كمل على البلاد، ما خلاش مفسدة وما جابهاش. قايدهم صالح من بين الأشياء اللي قالها البارح قال لك
لا أريد أن أطيل عليكم، أني أعرف باللي غدوة يوم إن شاء الله سيكون يوم عظيم، وأنا مرة أخرى أقول الجزائريين في كل مكان حتى اللي في الخارج، إذا ضاعت هذه الفرصة فلا قدر الله الجزائر قد تضيع إلى الأبد. إذا ضاعت هذه الفرصة وما تحكمش الشعب في قراره وفي مصيره وفي من يحكمه، فإنهم سينتقمون انتقام أبشع مما يفعل السيسي اليوم، أبشع. ودائما إخواني كي تتلف لكم شوفوا ناحية مصر، اليوم الوضع في مصر أبشع مما كان مبارك. لا نريد أن يأتي يوم ونقول بلي الوضع في الجزائر أبشع مما كان بوتفليقة، نريد أن نكون تركيا أخرى وليس مصر اللي راهي عند السيسي واللي راهي تلعب به الإمارات وإسرائيل. اليوم جايبين نتنياهو قال لك باش يحتفل معاهم في ما يسمى بثورة 23 يوليو 52، هذا الدليل أنها كانت ثورة. هاو العبث، نتنياهو وإسرائيل تذبح في أهل سيناء مع المصريين، سيناء ما خلوش فيها شيء، دمروها تدمير هائل، معتقلين آلاف من أهلها، قتلوا الآلاف من أهلها وشبابها وأطفالها ونسائها. هاو حكم العسكر، احذروا إخواني، لفت هذه الفرصة وتمكنوا وعادوا من جديد، وهم نشوفوا شو راهم يديروا. هم 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 رجعوا شهر مارس وشو أفريل كانت الأمور أفضل شوية، الآن هم رجعوا، هاو التخويف، هاو الاعتقالات، هاو اليوم اعتقلوا الشباب اللي ظهروا ضد الوزير المعتوه اللي راح لقسنطينة. حي الله كل حر يتظاهر ضد الوزراء هؤلاء اللي لا شرعية لهم، والولات لا شرعية لهم، هذه مش حكومة، هذو تاع لصوص. ويكفي أن بدوي اللي زور أمام العالم أجمع 6 ملايين توقيع، قال لك 6 ملايين جزائري يحبوا العهدة الخامسة. ولو كان مش انتفاضة الشعب، كون مش 22 فبراير المباركة، لو كان راه الناس دركا تحي للكادر، ولو كان راه يبعثنا في الرسائل بوتفليقة، وكان راه القايد صالح وجنرالاته يقدسوا فيه. ها هو الشعب كيفاش قدر ينقذكم. إذا إخواني اللي حولكم، الناس اللي راهم يخدعوهم، راهم كاين ناس يخدعوا، كاين ناس يجيبوا لهم التلاعب، راهي بروباغندا هائله في القنوات، في الجرائد، في المواقع، في الفيسبوك، في اليوتيوب، راهم يصرفوا في ملايين الدولارات، ومش برك في الداخل، يصرفوا فيها حتى على الخارج. الان راهم دايرين لوبيات في امريكا وفي بريطانيا، يعطوا لها في الاموال باش تحسن نظرتهم، تحسن نظره الجنرالات عند ترامب، وعند طبعا من اموال الشعب الجزائري. اخواني حولكم، أباءكم، إخوانكم، أخواتكم، اللي يكون مخدوع بالقايد صالح وبالبروباغندا نتاعو، بالمعتوهين نتاعو، ذكروهم، قلوا تريد أن تعيش أفضل، هاي لأن هذه البلدان قريبين منا، مسلمين مثلنا قريبين منا، حكم عسكري كي كان فيهم، شوفوا تركيا اليوم وشوفوا مصر، هذا مثال بسيط. ما نقول لكم شوفوا سويسرا وشوفوا السويد وشوفوا، هذوك راحوا بعيد، لأنها دول مدنية بكل ما تعني الكلمة. حكم مدني خاضع لإرادة الشعب، الشعب هو اللي يجيبه هو اللي ينحيه. قال لك نوفمبري، يا أخي نوفمبري، يا أخي نوفمبري قتل الناس بلا حدود في التسعينات. نوفمبري يا أخي نوفمبري مثلك ولا بقى. حبيت نعلق قبل ما تروح، قبل ما ننهي الكلام، على ما قال أمس من بين الأشياء اللي قالها في نهاية خطابه اللي كتبوه له، راهم غير يطبعوا له في أي شيء. وعليه وفي ذات السياق فإن مواصلة تطهير البلاد من هذا الداء الخطير، يحكي على أصحابه اللي دخلوا من الحبس، هي المهمة التي يتشرف بها اليوم بها الجيش الوطني الشعبي من خلال مرافقة لجهاز العدالة وتقديم كافة الضمانات. في الحقيقة التليفون اللي تغير فقط، لا مرافقة، لم يحزنوا، تعطون في التليفون تقول لهم مش يدير القضاة، هذا القضاة لو كان هذا اللي رميت الآن يصدروا في القرارات هذون، لو كان جاء فيهم شرف واحد يقول لك اسمع حبس أنا القاضي أنا اللي قرر، أو يحيى لص يستحق الإعدام، ما هوش فقط تحطوهم بعد تخرجوه في مصر مع مبارك وأولاد مبارك في مصر، هذا اللي أنا رحيل له بكل أسف إذا بقيتوا أنتم في السلطة. والتي تكفل لها القيام بهذه المهمة الوطنية النبيلة، وإننا نحييها من هذا المنبر، ونحيي كافة الخطوات الوطنية التي تقطعها اليوم بقوة القانون وبعدالة الحق، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب. حبيت نقف قدام هذه في الخطاب نتاعو، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما كان لا ديجيمي شلطات، يعني هذه كوتاسيون، هذه المفروض كوتيشن كما يقولوا، هذا واحد اخر هو اللي قايل هذا الكلام، هذا الكلام هذه ايه، هما ما كملوش حتى الايه، هي في الحقيقه ولكم حياه
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، معنى الآية ما كملوهاش. هذه واحد. الأمر الثاني هو أنه ما داروهاش ما بين شلطتين، هو تحس باللي وكان القايد صالح هو اللي قال هذا الكلام، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه العبارة كثير من أصحاب البلاغة واللي درسوا البيان في القرآن الكريم يعتبروها واحدة من أكثر الآيات اللي فيها بيان هائل، لأنه ولكم في القصاص حياة يا الباب معناها ولكم في القتل. القصاص هنا المعنى أن يقتل القاتل حياة، حتى كثير قالوا كيف يكون في القتل حياة، فكان التفسير البسيط هو أن الإنسان القاتل إذا خاف أنه سيقتل، أو اللي كان يروح يرتكب قتل إذا عرف بأنه قد يقتل سيقتل، مش قد يقتل في الحكم الإسلامي، فإنه يتراجع ويفكر مليون مرة إذا يرتكب الجريمة نتاعه ولا لا. هذه واحدة. والأمر الثاني وأن العرب زمان وما زال كثير في كثير من الأماكن كانوا كي واحد من جهة من قبيلة يقتل واحد يروح ينتقم من القبيلة كلها، فجاء الإسلام وقال لا، القاتل هو اللي يقتل فقط، القاتل هو الذي يقتل، ما يقتلش ولد عمه ولا أخوه ولا ابن عمه ولا، لأن كانت وما زالت حتى في الأردن الآن وفي العراق عند بعض القبائل واحد يقتل واحد يروح ينتقم من 10 أو 20 من أهله إلى آخره. إذن فالإسلام جاء قال حدد هذه الأمور. والعرب بكري عندهم مثل يقولوا القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. عموما في هذه فما داروا لا جيمي لا كتبوا باللي آية، هذا كلام الله، هذا كلام قرآن، المفروض يديروا بين قواس بين شلطتين يكتبوا الآية يكملوا الآية، لا، وكانوا القايد صالح هو اللي جاب هذه المقولة أو اللي هي آية كريمة. هذا الدليل أنه مو فاهم فيها ولا شيء، قاعد يكتبوا أي شيء وقاعد يقول أي شيء. لكن السؤال ما معنى هذه؟ هو هنا راه يهدد بالقتل، لأن هذه الآية هي حديث أن القاتل يقتل، يعني في تفسير بسيط، مش حاب ندخل معاكم في التفسير الطويل لأنه مش موضوعنا، يعني أن القاتل يقتل هنا. من 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 تقصد؟ من تريد أن تقتل؟ من تريد أن تقتل؟ تريد أن تقتل توفيق؟ نحن نعرف أنه يستحق الإعدام، لكن على واش؟ لأنه ينافسك على السلطة، أو لأنه ارتكب مجازر هائلة ودمار هائل في التسعينات؟ تريد أن تقتل طرطاق لأنه كان يعذب بالشينيون ويقتل الشباب اللي اعتقلوهم وخطفوهم من بيوتهم، والآباء اللي خطفوهم من بيوتهم ومن مرات من أماكن عملهم أو من مدارسهم، والأساتذة والجامعيين كان يقتلهم بالشينيول، راح تحاسبوا على هذه ولا راح تحاسبوا تريد أن تقتلوا لأنه نافسك على السلطة وكان باش ينحوك؟ نريد أن نعرف هذا، لأن يا إما راكم تقول في أي شيء، تقولوا في نيمبورت كوا كما يقال بالدارجة، راكم تقولوا في أي شيء، يا إما راكم تخطوا لقتل مجموعة من الناس لا نعرف من هم، لأنكم جبتوا آية القتل هنا، ولكن في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وهي بالمناسبة أعتقد أنها الآية 179 هي الآية 179 من سورة البقرة. لازم تفهمون هنا من تقصدون بالقتل، إما أنه كلام هكذا عشوائي وتعبثون بالآية الكريمة ولا تكملونها ولا تضعونها حتى ما بين الأقواس. مسيحيين لما يكتبوا آية كريمة، يهود هنود لما يكتبوا آية كريمة يحطوها بين الأقواس، لأن هذه أقل شيء هي أن القائل هو شخص آخر أو هو جهة أخرى أو أو أو، طبعا في هذه الحالة هو رب الأكوان عز وجل. فأنتم مش فقط من هذه الناحية اللي هي غريبة وفيها وكأنها إهانة، لكن أيضا فيه إشارة لأنكم ستبدأون القتل. من ستقتلون؟ نريد أن نعرف هذا السؤال، نريد أن نعرف عليه إجابة. أما أنكم تهددون اللي راهم يواجهوا فيكم، يقول لكم دولة مدنية مش عسكرية، هذه جمهورية مش كازرنا، ستسمعونها غدا وبعد غد، وبالمناسبة حي الله المحامين اللي خرجوا اليوم في قسنطينة ورفعوا الدولة المدنية والقضاء العادل واستقلال القضاء ولا لقضاء تليفون وكل هذه الشعارات. ستسمع يا قايد صالح قضية الدولة المدنية، ستسمعها في كل مكان، وسيكتبها الجزائريين في الجدران،
سيكتبونها في الشوارع، في الطرقات، في العمارات، في كل مكان. إذا لزم الأمر سيكتبونها في الأشجار وفي الأحجار وعلى قمم الجبال إذا لزم الأمر. إذا لزم الأمر، لأننا عزمنا بإذن الله أن تكون دولة مدنية وأن تعود الكلمة للشعب وأن تنهض الجزائر وأن تقوم الجزائر. جزائر عملاق مقيد، عملاق قيدتوه، عملاق دمرتوه. جزائر قوة هائلة، فإذا أضفنا إليها إخوانها في المغرب الكبير، من تونس إلى ليبيا، من موريتانيا إلى المغرب، إذا أضفنا كل هؤلاء فنكون بكل تأكيد قوة عظمى، قوة عظمى حقيقية راهي نائمة وراكم تخدموا باش تبقى العداوة مع المغرب وتبقى الخلافات. وهاي ليبيا يعبث بها الإماراتيين والمصريين والفرنسيين وأنتم وكأنكم لا توجدون. ليبيا على حدودنا. قال لي واحد مرة راهم كانوا ضد، يا أخي كانوا ضد فرنسا في ليبيا. قلت له طيب لو كانوا صادقين باللي كانوا ضد فرنسا في ليبيا، لماذا فتحوا الأجواء؟ مش فقط كانوا معاها، فتحوا لها الأجواء لقتل المستضعفين المحبورين المظلومين في شمال مالي. فضحتونا أمام العالم أجمع. الجزائر تصبح تشارك فرنسا في قتل الأبرياء. نفس الطائرات اللي قتلت الجزائريين باسم الحرب على الإرهاب راح تقتل في مالي. إنهم يكذبون، لم يكونوا ضد فرنسا يوما. هؤلاء صناعة فرنسا. نظام القائم اليوم هو صناعة ديغولية أساسية، ولم يخطئ ورجع. حي الله الأحرار. إخواني غدا يوم عظيم بإذن الله، واعلموا أن أي تراجع لا قدر الله سيدفعه أبناؤنا وأحفادنا وإخواننا، سيدفعونه غاليا جدا. حي الله الأحرار في كل مكان.